وشوشة. أول حاجة إحنا كنا خدونا بعد كده عملنا تريننج، جابولنا حد اسمه أنتوان كاسابيان، ده مؤسس الـ LBC، يعني واحد من المؤسسين الكبار بتوع القنوات الفضائية اللبنانية أيام ما كانت في عزها، أيام البرامج بتاعتي عين يا ليل، برامج لا كان بيعمل برامج كانت الأعلى مشاهدة في الوطن العربي، ما كانش في حاجة، هي كانت الـ LBC والـ MBC. وبعد كده جه بقى دخل على الـ ART، جابوه الـ ART عشان يأسسها، فجه دربنا، واحنا بنتدرب في نص التريننج، احنا كان المفروض التريننج شهر في مصر، في نص التريننج قالوا في مهرجان الأغنية الدولي الخامس في مدينة نصر اللي هي الحديقة الدولية تقريبا، وكل مطربين مصر والوطن العربي بيغنوا فيه، هاتوا البنات دول يروحوا يقدموا. طبعا احنا اتخذنا من الدار للنار، لسه بنقول يا هادي، لقيت نفسي واقفة على المسرح بقدم محمد عبده، لقيت نفسي قاعدة قدامي نوال الزغبي وأنغام بعمل حوارات، فدي كانت أول طالعة لينا خالص، كان حظنا حلو. عشان كده ما بتقولي لي حظ ولا حلم، داخل طبعا فيها نسبة حظ وتوفيق كبير قوي من عند ربنا سبحانه وتعالى، لأنه دايما الناس تقول لك أصل أنا قدمت وأصوب الوسائط، هي أنا مخالفة عنديش واسطة، واسطتي كانت ربنا، كان في قبول الحمد لله، بس يعني التوفيق دخل مع شوية حظ كده حلوين، خلت البدايات قوية. ويمكن لو شفت نفسي دلوقتي، أنا معرفش طبعا الشرايط دي راحت فين، كانت شرايط بقى وساعتها كانت الـ ART كلها باشتراكات، ويمكن أهلي ساعتها ما كانوش لسه جابوا الاشتراك، يعني ساعتها ما كانش يمكن قليل جدا اشتراكات الـ ART، بعد كده طبعا جابوه بتاع بس ما لحقوش، يعني أنا لسه في التريننج لسه براحتهم، اللي هو أنا يا جماعة بقدم على المصطب وما كانش فيه موبايلات نصور ولا في أي حاجة، والله طلعنا وترمينا زي اللي بترمي في البحر وبيعوم، عملنا يعني عرفنا وأثبتنا نفسنا. وعايزة أقول لك إنه لو أي واحدة في الدنيا أبوها وزير الإعلام زقها، لو هي مش شاطرة لو عمل إيه مش هعرف يخليها تكمل، إنما شاطرتك هي اللي هتخليك تكملي والقبول، فإحنا تحطينا في حاجة اللي ثبت نفسه كمل، اللي ما ثبتش نفسه روح. احنا كنا في الـ ART، رجعت بقى على الاستوديوهات، رجعنا على برامج الهوى. اول حاجه في حياتي اعملها كان برنامج اسمه الو ART، ده كان برنامج صباحي بيتقدم لمشاهدين امريكا واوروبا واستراليا ومش عارفه ايه. انا عامل ده برنامج يعني بصي، كانت منى الشاذلي بتقدمه، وانا دخلت منى الشاذلي وناس كتير، اسماء كتيره، يعني هو كان برنامج اسبوعي 7 ايام في الاسبوع، وكل مذيعه ماسكه مثلا يومين ثلاثه، منى مثلا مشيت وسابته بقيت انا بقدمه كده. ف انا فاكره ان انا رحت بقى اشتغلت مع منى، هي كانت بتقدمه وانا كنت بطلع اعمل نشره الاخبار. بعد كده بقى عملنا قالوا بعد كده احنا كنا بنعمل الحاجات دي اللي هي الحاجات اللايت بسيطة دي. بعد كده قالوا لنا في حفلة بمناسبة مرور 5 سنين على افتتاح الـ ART، حفلة هيوج ضخمة فيها كل نجوم الوطن العربي، وأنطوان كاسابيان ده قرر ان الحفلة دي اللي هيقدمها المذيعات الجداد اللي هو دربه. طبعا قامت حروب رهيبة من مذيعات كبار وقتها، انكم هتاخدوا ازاي العيال دول اللي لسه طالعين اولت امبارح، ازاي تاخدوهم يقدموا اصاله بقى ومش عارفه عبادي الجوهر وصقر بصي الاسماء مين في الوطن العربي ما جاش، يعني مش تقولي مين جه، لا قولي مين ما جاش، مفيش حد ما جاش، حتى ورده كانت موجوده، يعني بصي كان شيء ضخم كان معمول في كازينو لبنان. ورحنا بقى كملنا التدريب على الحفله، وساء هناك بقى قابلنا نيشان كان بيتدرب معانا، بصي كل الاعلاميين اللبنانيين كده كانوا هناك. سافرت انا ودعاء عامر، وكان في بقى كريم كوجوك، يعني اللي موجودين دلوقتي من الساحه كانوا معانا، كان كريم كوجوك وانا ودعاء عامر، طبعا في اسماء تانية كانت معانا بس في ما كملوش وفي مشي وفي كده. رحنا وقدمنا الحفله، كانت الحقيقه ان هي حفله يعني كبيره، جابوا لنا اعظم مثلا
مين اكتر حد بيعمل فساتين سواري فظيعه جابوه لنا ساعتها؟ ما كانش لسه زهير مراد طلع ولا يعني كان لسه كان في حد مش فاكره كان اسمه ايه مسيو ايه كده. وطلعنا وقعدنا. وانا على فكره في يعني الحفله دي موجوده على اليوتيوب. كان لقاء ليا مع الهام شاهين. انا فاكره لما روحت كنت ساعتها لسه في طنطا كنت بروح طنطا وارجع بتاع. فالكوافير بتاعي قال لي وقعدتي تقولي الحفله بتاعه الاي ار تي والحفله بتاعه ولا شفناكي ولا طلعتي. قلت له لا انا اللي كنت مستضيفه الهام شاهين. قال لي لا دي واحده لبنانيه. قلت له انا والله العظيم انا. المهم يعني عملنا الحفله دي رجعنا مصر. لما رجعنا مصر بقى كان في رمضان وكان في خيمه كبيره في رمضان كانت بتقدمها اعلاميه كبيره. والحقيقه وكان في برنامج اسمه عملوها ازاي كان بيعمله احمد السقا وهيفا وهبي. فقالوا الاعلاميه الكبيره كانت لسه هيفا وهبي طالعه. فالاعلاميه الكبيره دي قالت لا انا مش هشتغل مذيعه ربط لبرنامج تاني. انا هقدم الخيمه انتوا هاتوا اي مذيعه تبقى هي مذيعه ربط اللي بتاعتي. فساعتها جابوني انا ودعاء عامر. دعاء ودعاء بقينا نلبس زي بعض انا وهي نلبس زي بعض بدل كنا شارين بقى كنا جايين لسه جايين من بيروت ولابسين شارين حاجات كتيره شبه بعض. فنلبس زي بعض ونطلع في الخيمه. كان يبقى قاعد معانا في الخيمه مين؟ كمال الشناوي قاعد سهران وده سلطان ناس بقى اللي هو ايه اسماء كبيره جدا. فاحنا نطلع طالعين دقيقتين هنقدم احمد السقا وهيفا وهبي. فنطلع نهزر نقول كلمتين ونهزر ويا دودو ويا مش عارفه ايه وبتاع ونقدم بتاع. ف 30 يوم بنطلع نعمل الفقره دي. فقرروا ان هم يعملوا لنا برنامج كبير اسمه خليك معنا ويا دعاء ودعاء وشريف. جابوا لنا حد اسمه شريف كان اسمه شريف نصار مذيع معانا ودعاء ودعاء. وعملنا برنامج يومي مدته ساعتين على الهواء. وكان كانت بقى البدايه الحقيقيه لينا. وساعتها بقى عملنا نجاح كبير وكانت الناس بدات بقى توقفنا. يعني بدانا بقى نتعرف. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.